السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ممتاز لو انت عندك جملة او ايميل، ممكن تاخده كوبي وتبدأ تحطه هنا في الموقع دوت وتقول له ريرايت فيعيد صياغة الجملة بشكل اجمل. زي ما انت شايف حط بعض المصطلحات وبعض الكلام وعدل فيه بشكل كويس. في موقع تاني برضو انا بستخدمه، هحط لكم الاثنين اسفل الوصف اهوت، ده الستاندرد ان انت بتدي له اي جمله هو بيبدا يعدل فيها ويقول لك ايه اللي تعدل، وتقدر تقول له انا عايزها فورمال، عايزها سامبل، عايزها كرييتيف، الحاجات دي كلها زي ما انت عايز.